أنا ألتقي بالمهندس أحمد مجاهد. الحقيقة عندنا لقطة في منتهى الأهمية بتعكس جهد الدولة وبتعكس جهد رجال القوات المسلحة العظام لما بيتولوا أي مشروع أو أي تطوير، بياخدوه بيسلموه في أقصر مدة وبأروع شكل. دليل كتير جدا، حاجات لا تعد ولا تحصى، من الكباري للطرق الطويلة لأمور كثيرة جدا جدا جدا. بنثق في القوات المسلحة ثقة ما بعدها ثقة. كلنا تابعنا من فترة مشروع تطوير معهد القلب، وكان شكله صعب جدا، وكان المرضى بيشتكوا للغاية. القوات المسلحة دخلت بعد زيارة المهندس محرب، عملت تطوير هو اللي بيتحدث عن نفسه. تعالوا نروح مع بعض نشوف ما هو التطوير الذي طرأ على معهد القلب. معهد القلب، مش كده يا فندم؟ كويس. هو الراجل اللي عايز يرفع الكفاءة دارة المية ده ما عندوش تخطيط ان يرفع الكفاءة دي من غير ما نشوف المنظر اللي احنا شفناه؟ وده احنا بنعالج الناس بتوعنا في الغلابة بالطريقة دي؟ هتخلص المعهد في قد ايه؟ معهد؟ ايوه معهد القلب. ايوه سنة. سنة ايه؟ هياخد شهر يا عماد، هياخد شهر يا عماد. عشان ايه؟ عشان نقول للناس ان احنا الناس ان احنا واخدين بالنا منكم. من اقل من شهر من هنا ما كانش كده خالص، يعني هو كده بقت حاجه احسن من اي مستشفى خاصه بره بكتير، يعني احسن بكتير 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 من اي مستشفى تانيه خاصه، يعني حاجه كويسه جدا وحاجه مشرفه لمصر، وربنا يخلي لنا السيسي على اللي هو عمله، وعمال يعمل حاجات كويسه كتير، ربنا معاه. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، وتحيا السيسي. الرئيس ده ربنا يبارك له يا رب والبركه فيه، واحنا الفقير والغني بيدعي له.
يا ريت يا ريت الدوله كلها تمشي على نفس النظام. بس النهارده يا مؤاخذه لما قال لك القوات المسلحه مسكته، فدي ناس محترمه لازم نخش على عيننا، ما نقدرش نتكلم في نص كلمه. وفعلا دخلت الموقف ما اتكلمتش في منتهى الجمال. لا ده انجاز ما حدش يعمله، اي شركه ما تعملش الانجاز ده، انجاز في مسافه بسيطه. الحمد لله ربنا يعني ربنا يوفقهم. بوجه لرجاله القوات المسلحه كل الشكر من مصر عامه كلها بالكامل. الجيش هو ام مصر وابو مصر، هو بيدافع عن الناس الغلابه. يعيش الرئيس، يعيش الرئيس، يعيش الرئيس. لا كان المنظر بصراحه صعب الاول، كان ما تعرفش تقعد، ما اهمال في كل حاجه، يعني كان منظر بشع بصراحه. انا قعدت ادور على المعهد، انا عارف المعهد مره منظرهم مره كده وبايعين وبتاع، قعدت ابص على المعهد انا عارف لو لونه، يعني المنظر لقيته تحسن كبير. الرئيس وربنا يخلي رئيس الوزراء، والله ربنا يخليهم بصراحه، ويخلينا الجيش بتاعنا، ويخلينا الجيش بتاعنا يا رب اللي مطول رقبتنا كده في كل حته. المنظر مش قادره اقول لك، كان حاجه سيئه جدا، حاجه غير صالحه للاستخدام الادامي بامانه. فدلوقتي انا جيت مش مصدقه انا في المعهد، في معهد القلب ده مش ممكن حاجه. انا حاسه ان انا في المركز العالمي، الطبي العالمي. من عزك يا سيسي، من عزك يا سيسي، الله يبارك لك، يفك شر المرض، يفك شر الوحش، وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. استطاعت الإدارة الهندسية أن هي تعمل إنجاز غير مسبوق. أنا في أول ما قالوا لي أن ده ممكن نتعمل في شهر، أنا بصراحة يعني قلت مش ممكن، يعني صعبة جدا، يعني الكلام ده يتعمل في شهر، الكلام ده يتعمل في شهر، صعب جدا. لكن أنا في المتابعة وبدأت معهم إيد بإيد، أنا بعترف وبسجل إعجابي وفخري بجميع أفراد المهندسين والقوات المسلحة اللي شاركوا في هذا العمل. رجال الهيئة الهندسية وإدارة الأشغال العسكرية مجهود غير طبيعي في خلال شهر، 24 ساعة عمل يوميا، وأنا كنت بتابع وبنتعاون معهم. أنا أشكرهم، طاقم الإشراف على مستوى عالي من الكفاءة والكوميونيكيشن ليفل والرؤية، فده خلاني أحس إن إحنا فعلا بلد تستاهل انها تبقى في المقدمة. بعد زيارة رئيس الوزراء وشاف داع الطبيعة، شفنا رجالة أنا شخصيا فوجئت بيهم والمجهودات اللي عملوها، وكأنهم واخدين مهمة إنجاز غير عادية، شغل 24 ساعة، مهمة تتنفذ خلال سنة أو أكتر، خلصت في شهر، شغل في خلال شهر رمضان على مدار 24 ساعة بكثافة غير عادية، بإنجاز غير عادي. وصلنا دلوقتي لعيادات خارجية تليق بمعاملة أي إنسان وأي مريض، يقعد هو مرتاح. والإنجاز ده أنا من وجهة نظر الشخصية لا يقل عن إنجاز قناة السويس اللي بيجرى حاليا. دلوقتي العيادات الخارجية بقت بسم الله ما شاء الله، يعني حاجة غرفة الانتظار فيها بقت يعني تضاهي مطارات، يعني حتى العيادة الخارجية الغرف بقت مكيفة كلها، تكييف مركزي، غرف الانتظار، أماكن الانتظار، نداء آلي للمرضى بالدور، الدور بيتحس المريض بآدمية وهو قاعد منتظر دوره، ما يبقاش فيه طوابير، ما يبقاش فيه تكدس، الاحترام متبادل مع الأطباء. حاجة الحقيقة، حاجة العيادة الخارجية بقت حاجة تفرح. يعني هو حضرتك اللي تم في المعهد في الشهر دوت يعتبر إنجاز عظيم بجميع المقاييس. حصل تطوير كبير جدا وشامل في عيادات معهد القلب. اول حاجه اللي هي توضبت العيادات، بدل ما كانت ثلاث عيادات جديد بقى دلوقتي ست عيادات، ثلاثه للمرضى، ثلاثه رجال الجديد وثلاثه سيدات. الجهاز اللي تم يعتبر يعني اعجاز ومعجزه بجميع المقاييس، يعني عشان المساحه الكبيره دي كلها تخلص في شهر واحد، يعني انا لو عندي شقه 130 متر ممكن مثلا تخلص في 4 شهور. فاحنا بنشكرهم جدا. اللي اتعمل دوت زي ما بقول لحضرتك، ده اتعمل في قطاع خاص مش اقل من 6 شهور سنه. طبعا
طبعا احنا بنشكر القوات المسلحه على كل المجهود اللي تم ده والانجاز. طبعا كان بسرعه مذهله، ما كانش حد يتخيل ان احنا تبقى دي العياده الخارجيه عندنا. والعياده الخارجيه دي طبعا من اهم الاماكن اللي في اي مستشفى، هي يعني اللي بتستقبل المريض من بره واللي بيتردد عليه المريض بعد كده على طول. انا فعلا شايفه حلم، يعني العيادات الخارجيه بالذات ده حلم كنا بنحلم بيه من زمان. فده طبعا حاجه جميله جدا وانجاز احنا لامسينه كعاملين في معهد القلب القومي، بقالنا سنين طويله بنحلم باللي وصلنا له دلوقتي. وده طبعا يرجع الفضل الاول والاخير لجهود الهيئه الهندسيه بتاعه القوات المسلحه وكل القائمين على العمل بصراحه، والفريق كله، واحنا كلنا في معهد القلب بجد يعني بنشكركم وبنشكر كل اللي عملتوه من اجل مريض القلب قبل العاملين في معهد القلب القومي. على التجربة بتاعتها الجميله اللي الجيش عملها لنا، وبصراحه غير معهد القلب خالص. الاول كان العياده حقيقي كانت محتاجه الشغل ده، في فرق كبير جدا بين الاول ودلوقتي. عملوا سيستم حلو قوي للمريض يستفاد بيه، ما بقاش في زحمة، ما بقاش في قوائم انتظار، كمان في تطورات كتيرة حصلت بتفيد المريض. كفاية انه يدخل يبقى نفسيته مرتاحة ان هو في مكان مريح نفسيا، فده هيساعد المريض كتير ان هو يخف.